السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم هنتكلم مع بعض في حاجة الامهات بتعملها، بس مش بتعملها مع الاولاد، بتعملها مع نفسها. والعادات يعني هي عادات الام خدت عليها ان هي تعملها، ولو بطلتها او غيرتها واستبدلتها بحاجات تانية هتفرق معها كتير في صحتها وفي شكلها وفي وزنها. أول عادة من العادات دي، كلام موجه للأمهات، ياريت كل أم تبطل تاكل بواقي أكل الولاد. يعني ابنك ساب طبق رز وعليه شوية خضار ما كملهوش، معلش شوفي بقى اتبع سياسة العلب الصغيرة، حطي بواقي الأكل في علب صغيرة وشيليها ما تاكلهاش انتي. يعني حاولي على قد ما تقدري، ما يعني بقت ساندوتش صغير كده قولي مش يعني هيعمل ايه، مش هيعمل حاجه هاكله، لا ما تاكلهوش. وقفي نفسك تماما ان انت تاكلي بواقي الاكل بتاع اي حد في البيت، لان ده انت عارفه يعني هو ده على فكره مأثر على جسمك بشكل كبير جدا، بس انت مش حاسه. دي هنوقفها تماما ومش هنعملها خالص. تاني نقطة معانا، بلاش كل شوية تقولي أنا هتبع النظام الغذائي ده، أنا هعمل الرجيم الفلاني، أنا سمعت مش عارف دكتور إيه بيتكلم على رجيم المية، رجيم الموز، رجيم كل يوم والتاني تدخلي في نظام غذائي وتطلعي منه وتدخلي في التاني وتدخلي في التالت. بلاش، خليكي دايما عندك اسلوب حياة في الغذاء، يعني انت بتاكلي باسلوب حياة ماشي معاكي العمر كله، مش انا همشي على نظام وهطلع من تاني وهدخل في ده وهجرب ده، ده مش هيأثر على وزنك اطلاقا، ولكنه هيجيب لك مشاكل وهيغير الحرق في جسمك ومش هيظبط لك جسمك زي ما انت عايزه. دي كانت تاني نقطة معنا. تالت نقطة، حاولي تقللي السكر اللي بيدخل جسمك على قد ما تقدري. يعني بلاش الصبح اول ما نصحى بقى كده ايه كوبايه الشاي بلبن الكبيره وفيها 3 معالق سكر لا بلاش، ارجوكي قللي على قد ما تقدري. بلاش بدل 3 معالق خليهم معلقه واحده، بعد كده بلاش خالص اصلا الشاي بلبن، خليه كوبايه نعناع، يا سلام على اول الصبح وفي نص ليمونه كده، خليها كوبايه ينسون، اي حاجه من الحاجات السخنه هتبقى افضل بكتير جدا من ان انت تشربي حاجه هي اصلا يعني مش ولا هي مفيدة ولا هي عارفين ايه سببها لغاية دلوقتي ان احنا كلنا بنشرب شاي بلبن الصبح. ولكن خلينا في الحاجات اللي هي يعني هتبقى افضل، حاجة سخنة وفي نفس الوقت مش هتضطري ان انت يعني كوباية اليانسون مش هتضطري ان انت تحطي لها سكر اصلا، فده هيخليكي تقللي نسبة السكر اللي داخلة جسمك على قد ما تقدري. كذلك حتة الكيكة اللي خايفاها يعني على جنب كده خايفاها تنشف اكلها، انا بلاش الكيكة اللي حاطين فيها كوباية ونص سكر أو كوباية وربع، حطي 3/4 كوباية، قللي على قد ما تقدري، خلي عينك ميزانك، خليكي انت دايما واخدة بالك انت بتحطي قد ايه سكر، جسمك داخله قد ايه سكر، هيفرق معاك كتير جدا في صحتك، في نشاطك اليومي، في صحيانك الصبح، في نرفستك الكتير. يعني تقليل السكر انا مجربة حاجة سحر. حاولي على قد ما تقدري، وانا ان شاء الله باذن الله هعمل حلقه عن منع السكر تماما في حياتنا ان شاء الله في فيديو. ما تنسيش نفسك ابدا في الفطار، اول ما تصحي الصبح لازم تفطري، ما تقوليش لا انا هدخل في الاكل على طول وهنتغدى، لا لازم تفطري الصبح، لان انت لو ما فطرتيش هنيجي للنقطه اللي بعدها هتضطري ان انت تتعشي عشان يبقى اكلتي على الاقل وجبتين في اليوم. لا ما ينفعش انت تفطري وما تتعشيش، يعني انت النقطه دي هتفطري وهتاخدي فطار كويس وهتتغدي، هتيجي بالليل لا مش مفيش عشاء. يعني انا بالنسبه لي بقول المطبخ قفل خلاص مفيش عشاء بالليل، ولينا سنين على الوضع ده، يعني الغي العشاء تماما، استبدليه بموزايه، تفاحه، زبادي، وحاجات بسيطه ما هياش ايه يعني وجبه، لا انت بتكوني اصلا قفلتي يومك خلاص. وده يرجعنا للنقطه اللي اتكلمت فيها من زمان على النوم. النوم بدري، كل لما نمتي بدري مش هتضطري ان انت تاكلي بالليل، لو سهرتي هتاكلي هتجوعي فهتضطري ان انت تاكلي، ما تاكليش وما تسهريش اصلا فمش هتاكلي. النقطه اللي بعد كده، بلاش جوزك وهو جاي بقى من بره بالليل ولا جاي من الشغل تقولي له حبيبي هاتلي معاكي الكيس بقى اللي بحبه انت عارف، ولو ما جابلكيش يبقى هو كده مش بيحبك، لا
انت الكيس اللي هو فيه شيتس والشيبسي والشوكولاته والحاجات اللي انت بتحبيها اللي هو بيجيبه لك بقى وخدي يا حبيبتي. اوه لا ده مش يعني مش مش وقفي الكيس ده تماما اللي انت بتتسلي بيه في البيت بالليل وانت قاعده بتتفرجي على التلفزيون. احنا قلنا كده كده ان احنا هننام بدري فمش هنضطر ان احنا ناكل حاجات بالليل. ولو عايزه تستبدليه استبدليه بشويه فشار اعمليها في البيت، استبدليه بترمس وحمص، الله هيبقى حاق وعليهم كده نص ليمونه هيبقى حاجه جميله جدا. يختلفوا عن الحاجات التانية اللي احنا قلنا ان احنا اصلا هي الحاجات دي اصلا المفروض ان احنا ما تدخلش حياتنا. استبدليهم باللب السوري الاسود ده، ده بيبقى يعني حاجه ممتازه وجميله جدا. الحاجه اللي بعد كده بلاش كوبايه الشاي اللي بعد الغداء، يعني ارجوكم بلاش، ملهاش والله يعني مش عارفه اقول لكم هي مضره قد ايه وملهاش اي 30 لازمه زي ما بيقولوا. وبلاش الفاكهه برده بعد الاكل، يعني خلينا بعد الاكل بساعه او ساعتين نفكر هندخل ايه تاني في معدتنا. معلش يعني هقول لكم كلمه ما يمكن تضايق ناس فيكم، ما هو مش حوش وشغالين نرمي 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 فيه، لا يعني احنا ناخد بالنا. وتيجي الست بعد كده تقول لك انا مش عارفه اخس خالص، انا مش عارفه يعني احافظ على وزني، انا لا. الحاجات دي ابسط حاجات بدون اتباع نظام غذائي يخليكي مقيده ومحرومه، لا كلي كل نفسك فيه بس ما تاكليش بالليل، بطلي سكر، الحاجات كلها اللي انا قلت لك عليها. بعد الاكل ما تاكليش فاكهه على طول، استني وقت يعني نريح كده المعده معانا شويه. بلاش الشاي اللي بعد الاكل، اشربي ميه كتير، ميه ميه رايحه جايه، اشربي ميه يا سلام عليها، هتفرق معاكي كتير جدا. الميه سبحان الله يعني الميه اللي هي الميه بتاعت ربنا، المياه الغازيه بقى اللي انت ما انا اصلا ما بشربش غير الازازه السوداء. ليه انت مش عارفه يا بنتي ده عظمك وجسمك ويعني وشعرك ووشك، انت بتتاثري بكل الحاجات دي وانت مش حاسه. يعني ارجوكم المياه الغازيه برضو من الحاجات اللي هي انا بعتبرها محرمه، ما تدخلش البيت اصلا ولا جوه ولا بره البيت. ويا ريت يعني كلنا نبطل الموضوع ده، نروح عند حد عشان هو بيكرمك جامد بقى يجيب لك حاجه ساقعه. والله يعني الفكره دي اتغيرت تماما، ما تجيبليش حاجه خالص، هات لي كوبايه ميه وانا يعني الف شكر، انا مبسوطه جدا ان انا شفتك او شفتك. فبلاش يعني نغير شويه من العادات اللي احنا بنعملها كامهات. ودي كانت الحاجات المهمه معانا النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.